I'm looking for someone to share in an adventure. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا أصدقاء معكم لبيبة من قناة كتاب وحرفة فيديو اليوم تعريفي وتفصيلي فيما يخص لعبة Lord of the بوكس أو سيد الخواتم يختار كتابك القادم هذه لعبة قمت بتصميمها بشكل مستوحى من عالم تولكين الهوبت وسيد الخواتم تشبه في فكرتها السلم والحية تجعلني أختار بعض القراءات الشهرية بطريقة ممتعة الغرض منها البهجة أولا وقراءة ما يتوفر على رفوف مكتبتي من كتب ثانيا على أن تكون الأولوية للكتب التي وضعتها في الخطة السنوية. بالتأكيد أخصص لنفسي جائزة نقدية لشراء الكتب كلما اجتزت المراحل الأربعة للعبة. بشرط أن أتخلى عن كتاب واحد من مكتبتي عندما أفعل ذلك. تنقسم اللعبة إلى أربعة مراحل: الأقزام، الهبت، البشر، والجان. كل مرحلة من هذه المراحل تحوي دوائر، حاولت أن تكون معبرة عن طبيعة هذه المرحلة. فعليًا أنتم تنظرون إلى النسخة الأولى من اللعبة والتي أتمنى تحسينها مع الوقت كل دوائر الذهبية في اللعبة تعني إذا وقفت عليها أن علي أن أختار بطاقة من صندوق البطاقات هذه البطاقة تحوي اسم إحدى شخصيات عالم تولكن ووصفا لنوع الكتاب الذي يتوجب عليه اختياره إذا وقفت على الدائرة ذات اللونين الأصفر والمشمشي فهذا يعني أنه يجب أن أختار كتاب من التي بي آر جار مرتبان الكتب وضعت فيه أسماء كل الكتب غير المقروءة أو التي أود إعادة قراءتها في مكتبتي. باقي الدوائر تحوي مهمات مختلفة، ومنها من يجعلنا نتقدم في اللعبة أو نتراجع للخلف. تبدأ اللعبة بتحديد مكاني بناءً على ما الذي قرأته من كتب اللعبة للشهر الماضي، فأتقدم للأمام بعدد الكتب التي قرأت وأتراجع للخلف بعدد الكتب التي لم أقرأ. الدائرة التي أقف عليها تعتبر الخيار الأول الذي سألتزم بتنفيذه ثم يأتي بعدها أربعة رميات لأحصل على أربعة كتب إضافية على الأقل مع الخيار الأول أستطيع دمج الخيارات وأتجنب فعل ذلك في أشهر العطلة الصيفية أو الشتوية في الأشهر الفردية أكتفي برمي حجر نرد واحد وفي الأشهر الزوجية أقوم برمي حجرين نرد وغالبا ما يسبب لي إرباكا رياضيا إضافة إذا قمت برمي حجري نرد وتكرر الرقم على كلا الحجرين فهذا يعني دورة إضافية من اللعب ورمية جديدة أفكر أيضا في جعلكم تختارون كتابا آخر أضيفه للقائمة من كتب مكتبتي التي لم أقرأها بعد قبل البدء في اللعبة وهذا يعني أنه يتوجب علي أن أصور لكم فيديو My Physical TBR كل الكتب غير المقروءة والموجودة في مكتبتي كما أفكر في إضافة خيار آخر لتصعيب الأمور علي وذلك عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى مثلا من مرحلة الأقسام إلى الهوبت من الهوبت للإنسان ومن الإنسان للجن. سأضع هذه الخيارات التي ستشكل في الغالب فلوجات قراءة في مرتبان صغير لأختار من ضمنها يجب الا انسى ان الكتب التي تفرضها علي اللعبه هي على سبيل المتعه، مجرد مجموعه خيارات اخذها بعين الاعتبار اثناء قراءات ذاك الشهر، ومن الجيد ان اتذكر ان المردود المالي لشراء الكتب مرتبط بعدد الكتب التي قراتها من اللعبه. في نهايه شهر سبعه من كل سنه وبدايه شهر ثمانيه، ارغب في ان انظم لعبه جماعيه لنا جميعا، نرمي فيها النرد معا على فترات ونتمتع بتحديات قراءه ممتعه خلال الصيف فما رأيكم يا أصدقاء؟ أتمنى أن لا أكون نسيت أي شيء يتعلق باللعبة لكن أعتقد أن هذا هو الملخص الوافي لي ولكم عنها أراكم على خير وسلامة في فيديو جديد قادم إن شاء الله ظلوا إيجابيين حيوا أحلامكم وترقبوا فيديو الإعلان عن تحديات سيد الخواتم يختار كتابك القادم رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة سلام